من هم العاملين على الزكاة؟ ومن يوزع الإفطار في رمضان من صدقة الإفطار؟ ومن؟ ويقول من يوزع العاملون على الزكاة اللي ينصبهم الإمام، اللي ينصبهم الإمام ويخرجهم لجباية الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها. وأما صدقة الفطر فكل واحد يخرج صدقة فطره، هو اللي تولاها ويخرجها ويعطيها للفقير. نعم، ما تحتاج إلى عمال، هو نفسه يخرجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بإخراجها قبل صلاة العيد، فكل يخرج صدقته بنفسه ويسلمها للفقراء، وإن وكل من يخرجها ممن يثق به فلا بأس. نعم.